أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم في هذه الإطلالة الجديدة من صحافة اليوم. وقبل أن نبدأ بما جاء في الصحف نتطلع إلى العناوين. نطالع من صحيفة المستقبل اللبنانية: الائتلاف يتجه إلى المشاركة في جنيف 2 لكن بشروط، وتحفظ فرنسا يمنع الاتفاق مع إيران. في الاندبندنت: الرعاية الطبية سلاح آخر للحرب ضد السوريين. كما نطالع في الحياة اللندنية: وثيقة عن الحرب المرغوبة بين داعش والنظام. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ من صحيفة المستقبل اللبنانية ونقرأ ما جاء فيها عن احتمال مشاركة الائتلاف في مؤتمر جنيف 2 ولكن بشروط معينة. فبعد جولة من المشاورات والاجتماعات التي تمحورت حول المشاركة من عدمها، كشف مصدر في الائتلاف للمستقبل اللبنانية أن المشاركين اعتمدوا ورقة مستوحاة من الشروط التي حددها رئيس الائتلاف أحمد الجربة أخيرا في كلمته التي ألقاها في كل من لندن والقاهرة. ورجح المصدر أن يعلن القرار النهائي خلال 10 أيام بعد إنجاز تلك المشاورات، مع الإشارة إلى انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف المعارض في اجتماعاته اليوم، بما يشكل إضافة بارزة للقوى المعارضة. وسط هذه الضغوط المتضاربة أيضا تعددت الآراء داخل الائتلاف، بين رافض للمشاركة إلا بشروط تلبي طموحات الداخل، كما قال رئيس المجلس الوطني جورج صبرة للصحيفة، واتجاه آخر إلى تأجيل أو اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها، ولا سيما أن موعد المؤتمر لم يحدد بعد. نبقى أيضا في صحيفة المستقبل اللبنانية ونقرأ فيها عن المفاوضات والمحادثات الإيرانية الأخيرة، حيث بدت فرنسا في موقع الهجوم في المفاوضات التي استمرت حتى ساعة متقدمة ليلة أمس في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع دعوة طهران الغرب إلى عدم تفويت هذه الفرصة الاستثنائية حسب تعبير الرئيس الإيراني حسن روحاني للاتفاق حول الملف النووي لبلاده. فقد انتهت 3 أيام من المفاوضات المكثفة بين إيران والقوى العالمية الست قبل فجر اليوم في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قائلا أن اجتماعات جنيف أدت إلى تحقيق تقدم ولكن لم نستطع توقيع اتفاق لأنه لا تزال هناك بعض المسائل التي يجب معالجتها. كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الوفد الفرنسي قوله إن فرنسا تريد تجنب بهجة الكأس نصف الملآن، مذكرا بإبرام اتفاق عام 2003 لكنه فشل. كما رأى الوزير البريطاني ويليام هيغ بأنه عليهم فعل ما بوسعهم لانتهاز اللحظة والفرصة للتوصل إلى اتفاق لم ينجح العالم في التوصل إليه منذ فترة طويلة، حيث بدا مصمما على تقريب وجهات النظر بين الغربيين، وطبعا حسب صحيفة المستقبل اللبنانية. أيضا مشاهدينا، في هذا الشأن نقرأ ما جاء في صحيفة العرب، مقال للكاتب تركي الحمد تناول فيه المحادثات الإيرانية الأمريكية الأخيرة والتقارب الحاصل بين الدول الكبرى وإيران ومدى تأثيره على العالم العربي في المدى البعيد. حقيقة لا أملك إلا أن أرفع قبعتي احتراما للجمهورية الإيرانية، رغم عدم ثقتي وشكي في نوايا الحكام من الملال هناك تجاه المنطقة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة. فقد استطاعت إيران أن تفرض إرادتها على العالم الذي بدأ يغازلها ويقدم التنازلات تلو التنازلات، وحين نقول العالم فالقصد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديدا، فهما أشبه ما يكونان ببعض قبائل العرب في قصص قدام العرب وأمثلتهم الدارجة بطبيعة الحال، فإن ذلك زمان قد مضى أو زمان وجبر كما يقول المصريون في حكمهم الشعبية، ولكل زمان دولة ورجال في النهاية. فقد مر زمان كانت فيه أمريكا وأوروبا أشبه ببني تميم أيام الأحنف بن قيس مثلا، الذي إذا غضب غضب معه 100,000 سيف لا يسألون لما غضب. أما اليوم فلم تعد الولايات المتحدة تلك الدولة القادرة على فرض هيبتها العالمية، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولم تعد تلك الدولة الحاسمة في قراراتها وقناعاتها أو القادرة على فرض تلك القناعات. العالم دائما لا يحترم إلا القوي والذكي،
هو من يستغل عناصر القوة لديها ويعرف متى يذعن ومتى يتمرد. وفي ظني فإن إيران مارست اللعبة الدولية ومتغيراتها بشكل يبعث على الإعجاب فعلا. والسؤال الذي يفرض نفسه في النهاية، هل تستفيد دولنا من الدهاء السياسي الإيراني في فرض نفسها وحجز مقعد متقدم في نظام دولي آخذ في التشكل، ومن ثم تحقيق مصالحها الوطنية واستقرارها المستقل؟ أمريكا، إيران وإسرائيل، هذا هو المحور الجديد في الشرق الأوسط الذي ستتضح ملامحه بقوة في الشهور القليلة المقبلة، وعنه كتب علي سالم مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فلنتابع المزيد. بنظرة سريعة للوراء، أقصد فترة حكم أحمد نجاد، نرى أن سياسة العداء لأمريكا لم تكن تستند إلى أساسات قوية تحت الأرض، بل إلى عواطفه شخصياً، بالإضافة إلى العواطف الموروثة من الخميني على المستوى الثوري والشخصي، وبغيابه سقط حائط الكراهية لأمريكا والغرب. فما المانع من التعامل مع هذا الشيطان لتحقيق مصلحة عامة؟ المشهد يلخص الرواية بأكملها في إيران وفي مصر أيضا. ثقافة حامضة لم تعد تصلح للاستهلاك الأدمي في مواجهة ثقافة عملية يحاول أصحابها تحقيق مصالح البشر بعيدا عن الأكاذيب. هذا التقارب السريع غير المتوقع يمكن تفسيره بشيء واحد، هو أن السيد روحاني اكتشف أن حكاية البرنامج النووي الذي ظل نجاد يهدد به الجميع لسنوات طويلة خرافة ليس لها وجود، وربما استطاعت الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية أن تصل إلى نفس النتيجة في نفس الوقت. لسنوات طويلة كانت المخابرات الإسرائيلية تردد مقولة واحدة، هي أن إيران على وشك الوصول إلى صنع قنبلة ذرية. عندما نتكلم عن إيران فنحن لا نتحدث عن دولة ظهرت إلى الوجود في العصر الحديث. الشعب الإيراني ستصله الرسالة الجديدة بسرعة، وسيكتشف بسهولة أنه لا توجد بينه وبين أمريكا مشكلات من ذلك النوع الذي يولد الكراهية. نعم، هذا الحلف مقبل، وأنا لست خبيرا في السياسة، أنا فقط مسرحجي أجيد قراءة تحركات الممثلين على المسرح. ننتقل مشاهدينا إلى المقال الافتتاحي لصحيفة الوطن السعودية، والتي قالت فيه أن كيري قال بأن الأزمة في سوريا تتعلق بعشرات آلاف العائلات التي فقدت أحبائها أو أحبائها وبيوتها، ولا تريد أن تفقد بلدها العظيم في صراع غير منتهي، فهو يصغر حجم المأساة من حيث يدري أو لا يدري. يأتي إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أول من أمس أن تحديد موعد عقد مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة السورية سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين، لينضم إلى الوعود السابقة بتحديد موعد المؤتمر من دون جدوى. فالنظام السوري ماطل بمساندة روسية، وروسيا تحاول حشر أشخاص غير مرحب بهم من قبل المعارضة والشعب، فيما تبدو الولايات المتحدة وهي القطب العالمي بلا حول ولا قوة ومن غير قدرة على فعل شيء لإنهاء الأزمة. الولايات المتحدة لم تتمكن خلال الفترة السابقة كلها من الضغط كي يتم تحديد موعد لإنعقاد المؤتمر، والمعارضة السورية التي سوف تجتمع اليوم تقع عليها مسؤولية كبيرة تكمن في جملة من الأمور مثل قطع الطريق على ألاعيب النظام وروسيا والاتفاق على صيغة واضحة لحضور المؤتمر بما يخدم الشعب السوري وتحديد الرسائل التي سوف تبثها للمجتمع الدولي، وأهم من كل ذلك فضح ممارسات النظام وكشفه أمام العالم عندما يجد نفسه في مأزق خلال المؤتمر إن عقد خلال الشهر المقبل كما تقول آخر الأخبار. لا يكفي أن يصف جون كيري بشار الأسد بالوحشية، ولا يكفي أن يقول إنه لا مكان للأسد في المرحلة المقبلة، فالمطلوب تحويل الأقوال إلى أفعال وجعل مؤتمر جنيف 2 حقيقة لا وهما مستمرا، ويشعر الشعب السوري بأن أزمته لن تطول كثيرا. فالقوة الوحيدة القادرة على تعطيل الدعم المطلق الروسي لنظام الأسد هي الولايات المتحدة، لكنها لا تتحرك كما يجب. أيضا نلقي جولة على الصحافة اللبنانية وبالأخص صحيفة الجمهورية اللبنانية لنقرأ منها مقال الكاتب أنطوان سعد، تحدث فيه عن حقوق المسيحيين مستغربا من دفاع الجلاد وخوفه على مستقبل المسيحيين في هذا المشرق العربي بعدما استفحل إبان الحرب الأهلية، وبعدها وحتى بعد زوال الوصايا باعتداءاته على لبنان وذبح المسيحيين وتدخله السافر في حياة اللبنانيين واغتيالهم بمتفجر
متفجرات طاولت أماكن وأشخاص يعارضون نظام الوصاية، ليجلس اليوم وإلى جانبه بعض المسيحيين. ويضيف سعد أن مستقبل المسيحيين وضماناتهم تتأثر، شأنهم شأن أي أقلية على هذه الأرض بوحدتهم. فالحفاظ على الوجود المسيحي بحسب الكاتب في هذا الشرق يحتاج إلى رؤية موحدة، يساهم قسم كبير وأساسي من المسيحيين في العمل على عدم إنتاجها في إطار النزاع الضيق على السلطة والنفوذ. يختم أنطوان سعد مقاله مركزا على أهمية تحقيق هذه الرؤية الصعبة، لأن هناك انفصاما حادا بين ما هو مرجو والممارسة، ناهيك عن الأنانية المفرطة التي لا تبالي بالمصلحة العامة للجماعة، التي إذا لم تعمل على التضامن بينها فإن تطور الأحداث وحده قادر على إفنائها بسهولة وبفترة وجيزة. مشاهدينا، أنتقل الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي باسل أبو حمد. أهلا بك أستاذ باسل معنا في صحافة اليوم. يعني سوف نتحدث مبدئيا عن جنيف 2 وعن تصريحات الائتلاف الأخيرة، بأنه أحمد الجربة ذكر أنه هو على استعداد ذهب إلى المؤتمر شرط توفر مساعدات إنسانية. ما الذي قصده الجربة من هذا التصريح؟ أنا باعتقادي أن هذا التصريح ملتزأ، يعني المساعدات الإنسانية ليست هي شرط الائتلاف الوحيد للمشاركة في جنيف 2. الشروط الائتلاف معروفة وهي أوسع من المساعدات الإنسانية بكثير، تبدأ من تحديد مصير بشار الأسد في العملية السياسية الانتقالية في مستقبل سوريا، ولا تنتهي ب يعني مجموعة من الشروط لنقل المسبقة بين أقواس قبل الدخول في جنيف 2، على رأس يعني مسائل تتعلق بالوضع الميداني في سوريا حقيقة. ولكن المقصود استاذ باسل، يعني قبل الائتلاف كان رافض نهائيا الذهاب إلا بتنحي الأسد، اليوم قال أنه ممكن يذهب. وإلى هذه اللحظة لازال رافضا، هو الائتلاف لم يعرب عن موافقته على المشاركة في جنيف 2 إلى هذه اللحظة، وهو مجتمع في اسطنبول ويحتاج إلى أيام حتى يقرر. ذلك الائتلاف لم يقرر، وبالتالي يعني هذا التصريح هو من باب الأخذ والرد أعتقد، هو من باب يعني إبداء بعض المرونة في التعاطي مع ملف جنيف 2. لكنه ليس نهائيا، وأحمد جربة صحيح أنه رئيس الائتلاف، لكنه في النهاية هناك ائتلاف وهناك هيئة عليا لهذا الائتلاف مجتمعة، وهي التي ستقرر هذه المشاركة، والمسألة ليست بهذه البساطة طبعاً. هناك عدة مطالب، هناك عدة مطالب قلت لك على رأسها هي تحديد يعني مصير العملية الانتقالية، العملية السياسية الانتقالية، هل سيكون ماذا، ما هو مصير بشار الأسد في هذه العملية؟ ونحن ندرك أن هناك خلاف كبير حول هذه النقطة يتعلق بالموقف الروسي والموقف الأمريكي، حيث يعني يركز الروس على بقائه في هذه العملية، وحتى أبعد من ذلك يطرحون بقائه في السلطة حتى ما بعد 2014، بينما الطرف الآخر الأمريكي يبدي يعني اعتراضه أو موافقته على تنحية الأسد خلال هذه العملية. والمبارحة كيري وزير الخارجية الأمريكي أعطى كمان وعدا للائتلاف الوطني بأنه إذا ما دخل الائتلاف الوطني في جنيف 2 فإنه يكفل لهم بأن يذهب بشار الأسد خلال 5 أشهر من الآن. لأي مدى يمكن أن نصدق هذا الكلام؟ بالطبع هذا الكلام أيضا خارج يعني السياق الحقيقي للمسألة بالضبط، هي لتطمئنة، تأتي في إطار طمأنة الائتلاف ودفعه باتجاه يعني المشاركة حقيقة. الأمريكان هناك في توافق روسي أمريكي على عقد جنيف 2، والطرفان متفقان على ضرورة عقده من وجهة نظر إقليمية ودولية، لكن بعيدا عن المصالح الحقيقية للشعب السوري حقيقة والتي يدركها الائتلاف نفسه. وبالتالي هي محاولات، هذه التصريحات وغيرها هي محاولات لجر الائتلاف إلى المشاركة ليس أكثر، ضمن هذه الشروط الدولية الإقليمية، بعيدا عن يعني المصالح الحقيقية للشعب السوري التي ندرك أنها يعني تصل إلى الشعب السوري لم يخرج إلى الشارع، لم يقدم كل هذه التضحيات
من أجل أن يبقى يعني النظام على حاله في سوريا. طيب أستاذ باسل، اليوم الائتلاف ذكر أنه هو بصدد انتظار مبادرات حسنية من النظام الأسد ومن حليف روسيا، برأيك ما هي هذه المبادرات في حال مثلا تمت، أو يعني مثل ما بقولوا جاروهم وعطوهم بعد المبادرات حسنية، شو هي ممكن هي يكون ليست يعني؟ هي ليست بوادر حسنية، هي بنود وردت في جنيف واحد حقيقة. هي وقف عمليات العسكرية داخل المدن، إخراج المعتقلين من السجون، السماح بالتظاهر إلى آخره. هي مطالب تتعلق بواقع الحياة، الواقع الحياتي للشعب السوري بالداخل. يعني بإمكان النظام السوري باختصار شديد أن يبدأ الكثير من بوادر حسن النوايا وباتجاه أو في إطار تطبيق جنيف واحد الذي نعلم أنه هو الأساس الموضوعي والتاريخي لجنيف اثنين المزمع عقده في الفترة المقبلة. وبالتالي نحن لا نتحدث عن بوادر حسنية، وإنما نتحدث عن قواعد تقوم عليها العملية السياسية برمتها. على هذه القواعد تتعلق فعلا بمعاناة الشعب السوري بالدرجة الأساسية، فتح ممرات آمنة، تأمين اللاجئين، وقف العمليات العسكرية في المدن، حتى سحب الآليات العسكرية الثقيلة من المدن. كل هذه البنود وغيرها، هي ست بنود أساسية واردة في جنيف واحد، وبدونها يعني أي عملية سياسية في نهاية المطاف لا معنى لها، لأن العملية السياسية إذا أخذنا بالاعتبار هدفها الأساسي المتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوري، فنجد أن كل ذلك يصب في البنود الستة. طيب اليوم استاذ بس بدي يعني انتقل على موضوع جدا اساسي صار امبارح باسطنبول بالمحادثات. استاذ باسل، بحسب مصادر، بحسب بعض الصحف، ان المحادثات الاخيره في اسطنبول واخرها طبعا امس انضم الى الائتلاف المجلس الوطني الكردي في الاجتماعات، برايك هل الانضمام للاكراد او المجلس الوطني الكردي بشكل العلامة فارقة وبيعطي قوة للمعارضة في هذا الوقت بالذات؟ بكل تأكيد هو يشكل يعني عامل قوة. أي مكون مكونات الشعب السوري ينضم إلى الائتلاف الوطني السوري الذي يمثل الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخية، أي انضمام من هذا القبيل لأي مكون من مكونات الشعب السوري هو يعني عامل قوة إضافي لهذا الائتلاف ولقوة الثورة السورية عموما. لكن هذا عملية الانضمام هذه ليست الأولى وليست الأخيرة. نحن نعلم أن المجلس الوطني الكردي كان له صولات وجولات في مع المجلس الوطني السوري في البداية، ومن ثم الائتلاف الوطني. وأضف إلى ذلك أن المجلس الوطني الكردي لا يمثل جميع الأطياف السياسية الكردية، هناك المجلس الأعلى الكردي، هناك أحزاب كثيرة كردية لم تنضم إلى هذه اللحظة، ولا أعتقد أنها ستنضم حتى في المستقبل القريب. لكن عموما يعني الائتلاف أو من المنطقي أن يتم الترحيب بأي عملية انضمام من هذا القبيل، وهي ستشكل قوة بلا شك. طيب هل الائتلاف اليوم مستعد لخوض أي عملية سياسية بتطلب منه في من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري والثورة السورية؟ هو مستعد، كما قال العديد من الناطقين باسم الائتلاف خلال هذه الأيام التي يحتدم فيها النقاش حول العملية السياسية حقيقة. نعم. هو مستعد من ناحية المبدأ، لكن الاعتراض أو التلكؤ أو التريث في المشاركة في العملية السياسية هو ليس ناجم عن يعني وجهات نظر مجردة. نعم. هو مرتبط بواقع هذه العملية السياسية. العملية السياسية عادة، أي عملية سياسية في الدنيا عندما تعقد مثلا، إذا عقد جنيف اثنين فهو تتويج لعملية سياسية وليس بداية عملية سياسية. يعني أن الأطراف تكون متفقة على نسبة كبيرة من ما هو مراد الاتفاق عليه ما قبل عقد يعني مؤتمر من هذا النوع، أي أن هذا المؤتمر يأتي تتويج في نهاية المطاف. وبالتالي إبداء الاستعداد أو التريث في إبداء الاستعداد أو التريث في إعطاء موافقة على المشاركة هو تريث في المفاوضات حول
أمور جوهرية حقيقة وليس أمور شكلية. نعم. يعني الآن تريث الائتلاف وتريث العديد من الأطراف العملية السياسية في القضية السورية حقيقة هو نتيجة مفاوضات جارية على الأرض سياسيا وميدانيا. طيب. وعسكريا. يعني هناك كل طرف من هذه الأطراف يحاول أن يفرض شروطه بطرق الخاصة، إما بالضغوط السياسية أو بالضغوط الميدانية العسكرية أو بإنشاء تحالفات من أنواع كثيرة حقيقة. يعني نجد أن الطرف النظام السوري في هذه المعادلة السياسية أو العملية السياسية نجد أن قوته يستمدها من ليس من موقفه السياسي أو موقفه الأخلاقي أو الشرعي في وجوده داخل سدة الحكم، وإنما يستمد من مجموعة من العناصر الإقليمية، عناصر القوى الإقليمية التي تهيئ وتعطي هذه المكانة التي يستطيع أن يفرض بعض الشروط فيها وأن يتلكأ وأن يرفض وأن يناور إلى آخره. طب باختصار أستاذ باسل، اليوم الائتلاف في عنا تضارب داخله بين مؤيد لا ذهب للمؤتمر وبين رافض إلى الذهاب إلى المؤتمر، برأيك في ظل هذا التضارب رح نشهد بعد 10 أيام كما أعلن القرار النهائي حول جنيف 2 أو سوف تؤجل المحادثات مرة أخرى؟ أولا من الطبيعي أن نشهد هناك يعني اختلافات لنقل وليس خلافات في ظل ائتلاف متنوع الأطياف السياسية. نحن نعرف أن الائتلاف يضم أحزاب وشخصيات وقوى من الإخوان المسلمين حتى الشيوعيين، مرورا بالقوميين، مرورا حتى يعني الجماعات العسكرية على الأرض التي يعني تنهج نهج إسلامي لنقل. وبالتالي من الطبيعي أن نشهد اختلافات من هذا القبيل، لكن عملية حسم موقف الائتلاف أظن أنها ليست مرهونة فقط في ما يدور في كنف الائتلاف نفسه، وإنما مرهونة بمواقف ما سيقدم المجتمع الدولي. سيتم الإعلان عن الموقف أم لا؟ سيتم الإعلان عن الموقف، لكن مجموعة الظروف الراهنة حقيقة لا تبشر بأن الائتلاف سيوافق على المشاركة في ائتلاف جنيف. أعتقد العامل الأول هو العامل اللي تحدثت عنه، الاختلافات الداخلية والتنوع داخل الائتلاف وتضارب المواقف من جهة إلى أخرى ومن شخصية إلى أخرى. لكن أيضا هناك سبب آخر هو العامل الإقليمي والدولي الذي يبدو أنه ليس مستعدا لتقديم يعني الكعكة الأساسية للشعب السوري المتمثلة بذهاب يعني بشار الأسد. نحن ندرك التوافق الروسي الأمريكي جاء على حساب يعني مصالح الشعب السوري، وجاء بتنازل من الجانب الأمريكي للروس حتى بما يخص النقطة الأساسية المتعلقة بمصير النظام ضمن العملية الانتقالية السياسية. طيب. وبالتالي النظام الائتلاف لا يستطيع على الإطلاق أن يتجاهل نقطة من هذا النوع. أعيد وأكرر، الشعب السوري لم يخرج إلى الشارع. انهيار الوضع حيث لا مال ولا تمويل ولا مستهلكين، لم يعد مطار دمشق يعمل إلا بربع طاقته، ولم تعد ترى على الطرق شاحنات النقل التي تحمل البضائع لمطاعم مثل KFC تقريبا. كل معابر الحدود البرية الرئيسية باتت تحت سيطرة الثوار باستثناء بوابة لبنان معبر المصنق، والأتراك بدأوا ببناء جدار عازل مع سوريا خشية من منسوبي النظام. هذا هو حال سوريا اليوم، والذين يريدون مفاوضة حكومة بشار الأسد عليهم أن يعرفوا حقيقة الوضع على الأرض وكيف أصبحت دولة النظام مجرد عنوان بريدي افتراضي. طبعا هذا لا يعني أن هناك نظاما بديلا يقوم مقامه، بل البلاد في حالة شبه فراغ إداري وسياسي، وبالتالي كيف يعتقد البعض أنه يمكن لمؤتمر جنيف فرض قرارات على بلد بلا آليات إدارية وتنفيذية؟ وهذا ما يجعلنا نتحدث عن حقائق أساسية، وهي أن قدرة النظام على البقاء والتعافي والعودة لإدارة البلاد لم تعد ممكنة، سواء وجد البديل أو استمر الفراغ الذي يستطيع نظام الأسد الاستمرار فيه لفترة ما. هو الحرب لأنه ينفق كل مدخراته ورجاله عليها، ولأنه يحصل على المدد من كل الأطراف الداعمة له التي تريد مساندته، عسى أن يحصل على حل سياسي ينقذه لاحقا.
وتطرقت بعض تقارير ومقالات الصحافة البريطانية اليوم إلى الأزمة السورية، ومنها مشكلة تفشي مرض شلل الأطفال وأنه يمكن أن يمتد إلى أوروبا، وحديث عن أهمية تقديم الرعاية الطبية وأن الحرمان منها يشكل سلاحا آخر للحرب ضد السوريين. فصحيفة الاندبندنت أشارت إلى أن أي حرمان من الرعاية الطبية يعتبر سلاحا آخر للحرب ضد السوريين. وقالت الصحيفة أن تأكد تفشي شلل الأطفال في سوريا هو دليل إضافي على الأزمة الصحية المتزايدة التي تجتاح البلاد. كما استغربت الصحيفة بأنه في القرن 21 يتعرض السوريين الضعفاء الآن للإصابة بالمرض، وقالت أن عودة ظهور المرض بعد اختفائه إشارة مرعبة لما يمكن أن يحدث عندما يتداعى بلد ونظامه الصحي تحت وطأة الحرب. كما أكدت الصحيفة على أهمية الحاجة إلى هدنة إنسانية عاجلة للسماح لحملة التحصين بدخول سوريا والتحرك الفوري، لأن 1 من كل 200 طفل مصاب بفيروس المرض، وهو طبعا مصاب بالشلل، وال199 الآخرون يصيبون غيرهم بالعدوى. أخيرا نبهت الصحيفة إلى أن الوضع الإنساني في سوريا والدول المجاورة مستمر في التدهور، بينما تستحوذ التطورات السياسية والعسكرية على انتباه العالم. قالت أيضا الصحيفة أن تفشي المرض يجب أن يكون تنبيها للمجتمع الدولي بأن حجم البؤس والموت والتفسخ في سوريا لا يزال هائلا، ويجب أن يكون شلل الأطفال آخر كارثة لسوريا. وننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية ونقرأ ما كتبه حازم الأمين، حيث قال أن ما يجري بين داعش والنظام في سوريا هي حرب متفق عليها ومرغوب بها من أجل إطالة عمر النظام. لم يطرأ تغيير كبير على خطاب النظام في سوريا بين حدثي إطلاقه شاكر العبسي من السجن في 2006 وإفاده إلى لبنان لينشئ فتح الإسلام في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، وبين إطلاقه المساجين الإسلاميين السوريين من سجن صدنايا ليتولوا نقل الثورة إلى مواجهة مسلحة مع النظام. في الحدث الأول تولى حلفاء النظام السوري من اللبنانيين اتهام تيار المستقبل بالوقوف وراء العبسي، وها هو النظام يتهم المعارضة ودولا في الجوار بالوقوف وراء النصرة وداعش. لكن الأهم على هذا الصعيد هو إطلاق النظام مصطفى الست مريم، أو ما يسمى في أدبيات السلفية الجهادية أبو مصعب السوري. لا شيء يمكن أن يناسب النظام في صموده في وجه الثورة أكثر من داعش ومثيلاتها. التقاعس الدولي حصل بفعل ذلك، واستدراج المجاهدين غير السوريين تم بناء عليه. وإذا كانت حال الحرب قائمة اليوم بين النظام وهذه الجماعات، فهي الحرب المرغوبة من الطرفين والتي تؤمن لهما أسباب البقاء. فالنظام يعرف تماما الثمرات التي تجنيها وما يمكن أن يحدثه إطلاق أمير جهادي من السجن، من فتح الإسلام وصولا إلى داعش. هذا دأب النظام، فهو ابن النظام الإقليمي الذي ولدت هذه الجماعات التكفيرية في ظله ورعايته. النظام الذي أنشأ الخرابة الذي خرجت منه هذه الجماعات، هو يعرف أن شبانا سيأتون من خارج البلاد لينتحروا في سوريا، مثل ما كان يعرف أن شبانا سوريين ذهبوا للانتحار في العراق. أما صحيفة المستقبل اللبنانية فقد جاء في مقالها الافتتاحي بأنه لا يمكن اعتبار الإساءة التي وجهها رفعت عيد أمس إلى شعبة المعلومات إساءة إلى الشعبة بعينها، بل تتعدها لتطال الدولة والجيش والقضاء وكل مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني. المطلوب الآن هو أن تبادر الدولة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق عيد الذي أهدر دم شعبة المعلومات وأهان القضاء باستمراره في تأكيد رفض مثول والده المطلوب للتحقيق في جريمة إرهابية أمامها. وفي حال التلكع عن ذلك يمكن اعتبار الدولة والمسؤولين فيها مشاركين في هذه الإساءة، لأن الهجوم غير المسبوق الذي شنه هذا الشبيح الأسدي طول مؤسسة أمنية رسمية أدت وما زالت وستبقى تؤدي دورا كبيرا في حماية الأمن الوطني، وحققت إنجازات كبيرة في حماية أمن المواطنين، وبدلت دما غاليا في هذا السبيل توجته بدماء رئيسها الشهيد اللواء وسام الحسن. لا يجوز لأي كان، لا سيما إذا كان مثل عيد، أن ينكل بشعبة المعلومات، إذ إنه بذلك يمعن تنكيلا في قيمة الدولة ومؤسساتها بكل ما في الكلمة من معنى، ولا يمكن للدولة أن تجد نفسها مجددا أمام المحك، أن تتعامل مع هذه الجريمة باستخفاف
وإلا أمكننا القول على دولة السلام. مرة أخرى مشاهدينا أعود وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي باسل أبو حمدة للحوار معه أكثر والنقاش أبرز ما جاء في الصحف. مرة أخرى أهلا بك أستاذ باسل في صحافة اليوم. بدي تابع من آخر نقطة وصلنا لها بالقسم الأول اللي كنا نتحدث عن جنيف 2 وعن الائتلاف وعن الخطوات اللي عم بيقوم فيها. من بين الخطوات أيضا اليوم كان عنا في تشكيل نهائي للحكومة المؤقتة، كيف تعلق على هذه التشكيلة الحكومية؟ يعني هو التعليق على التشكيلة الحكومية أو طبيعة التشكيلة السياسية هي تعكس حقيقة واقع الائتلاف السياسي بكل أطيافه. هذه ليست يعني المعضلة الأساسية، يعني المعضلة الأساسية تكمن في ضرورة تشكيل أو عدم تشكيل هذه الحكومة، المبادرة إلى تشكيل هذه الحكومة التي يعني حقيقة وإن كانت ضرورة ملحة الآن ميدانية فيما يتعلق بحياة الشعب السوري. نعم. ويعني تأمين بعض يعني مستلزمات بقائه واستمراره وصموده على الأرض، لكن في المقابل هذه التشكيلة أو هذه المبادرة تشير بين طياتها إلى أن الائتلاف يستشعر زمن طويل لي يعني حل القضية السورية. يعني عندما لو نحن نتكلم عن يعني لو تكلمنا عن تشكيل الحكومة المؤقتة أو البديلة السورية الحالية قبل سنة لاختلف الأمر، لكننا الآن نتحدث عن تشكيل هذه الحكومة عشية انعقاد جنيف 2، وبالتالي إذا كان الائتلاف يناقش في نفس الاجتماع في أسطنبول موضوع مشاركته من عدمها في جنيف 2، فلماذا يشكل حكومة مؤقتة بديلة للحكومة السورية، حكومة النظام في سوريا حقيقة؟ هذا يشير إلى أن الائتلاف يستشعر أطول فترة أو فترة أطول من الزمن لحل القضية السورية. طيب هلا خلينا ننتقل على موضوع تاني بعد إذنك نظرا لضيق الوقت. تكلمنا عن جنيف 2، بدي أحكي شوي عن المفاوضات الإيرانية الأخيرة اللي انتهت أمس طبعا، واللي انتهت بدون أي نتيجة معلنة وغير معلنة. كيف تعلق على انتهاء هذه المشاورات والمفاوضات بدون أي نتيجة؟ هي لم تنتهي المفاوضات في هذه الجولة، انتهت هذه الجولة في العشرين من الشهر، سيجتمعون بعد أيام في جولة أخرى، وبالتالي الملفات لا زالت عالقة ولا زالت يعني قيد النقاش. من المعروف أن النقاش يدور حول يعني مسألتين اثنتين في الملف النووي الإيراني، هي نسبة التخصيب التي يصر الجانب الإيراني على بقائها أو وضعها ضمن أو تحت سقف 20% من تخصيب اليورانيوم المنضب، والمسألة الثانية البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة، حظر الانتشار النووي أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا البروتوكول الذي يسمح للمجتمع الدولي بمراقبة يعني المنشآت الملف النووية الإيرانية. في المقابل يعني الإيرانيون يريدون رفع العقوبات التي باتت يعني تفتك في هيكل الاقتصاد والمجتمع الإيراني. أظن أن المسألة ذاهبة بهذا الاتجاه، سيتم رفع يعني جزئي للعقوبات عن إيران وبالتالي تتنفس قليلا. في المقابل هل سيتم رفع جزئي عن العقوبات كما ذكرت في ظل تصريح روحاني الأخير منذ قليل بأن بلاده لن تحني رأسها عفوا أمام أي تهديد أو عقوبات، يعني في ظل هذا التغطرس هو هو, يعني هو هو هذا لابد منه. يعني الخطاب الإيراني هو خطاب داخلي وخارجي، في النهاية روحاني يمثل مؤسسة سياسية لها طابع ديني متشدد، وهو لا يستطيع أن يخطو خطوات واسعة باتجاه يعني الاتفاق مع المجتمع الدولي حول ملف النووي الإيراني. لكن دعيني أقول
أن الانفراجة التي يمكن أن تحدث في الملف النووي الإيراني ليست لها علاقة فقط في الملفين النووي والعقوبات الاقتصادية وحاجة إيران لرفع هذه العقوبات، وإنما قد تنفذ هذا الملف إلى أماكن أخرى من الإقليم وتحديدا في سوريا ولبنان. يعني تحدث الإيرانيون منذ أسبوع تقريبا عن إمكانية الضغط على بعض جماعات مسلحة في سوريا للخروج من سوريا، وهي تقصد تحديدا حلفاء ولا تقصد أحد غيرهم. أقصد أن يعني لم نستشعر إلى هذه اللحظة ما هي عوامل الانفراجة ما بين يعني المجتمع الدولي، أقصد مجموعة 5+1 وإيران. ما هي ملامح هذه الانفراجة؟ لم تتضح بعد، لكني أعتقد أنها لن تقتصر على الوضع الداخلي الإيراني وإنما ستشمل يعني سنرى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين 5+1 وإيران. نعم سنرى ذلك قريبا إن شاء الله، والكل يريد ذلك، لكن الخوف وكل الخوف أن تكون هذه الانفراجة على حساب ملفات تتعلق بنا نحن كسوريين، هذا في الشأن أو العربي أستاذ باسل، أو كلبنانيين أو كعراقيين في الشأن العربي. ولكن إسرائيل من جهتها صرحت أنه هي خايفة من هذا، من موضوع التقارب. بكل تأكيد إسرائيل هي العامل الأساسي في هذه المفاوضات الجارية في جنيف حقيقة بين الإيرانيين ومجموعة 5+1. إسرائيل هي الحاضر الغائب الأكبر في هذه المفاوضات حقيقة، لأن المنافس الرئيسي أو الأساسي لإيران في المنطقة هي إسرائيل، ومنافس إسرائيل في المنطقة الأساسي هي إيران حقيقة. وبالتالي هناك صراع تاريخي وليس وليد اللحظة ما بين إسرائيل وإيران حول لعب دور شرطي المنطقة حقيقة وشبيح المنطقة، ويعني من يرفع العصا الغليظة بالمنطقة على هذا الطرف. طب برأيك هتأثر على الكونغرس بعدم رفع العقوبات عن إيران؟ خاصة في اليوم عنا تصريح لوزير إسرائيلي ذكر أنه هو سيذهب وفد إسرائيلي إلى الحكومة الأمريكية للضغط عليه أكثر حتى ما يرفع العقوبات. دعيني أقول أن المنظومة الجيوسياسية والأمنية في المنطقة ستأخذ أبعاد جديدة، أو هناك تغيير يطرأ عليها في المرحلة الحالية. إسرائيل، دور إسرائيل الجيوسياسي في المنطقة تراجع منذ سنوات حقيقة على حساب قوى جديدة، وتحديدا إيران التي ندرك أنها لعبت دورا كبيرا في أفغانستان، لعبت دورا كبيرا في العراق. يعني لولا إيران حقيقة وغض الطرف أو موافقتها الضمنية على اجتياح أفغانستان في 2003 واجتياح عفوا في 2001 واجتياح العراق في 2003، لما كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تخطو خطوة داخل أفغانستان ولا أي خطوة أخرى داخل العراق. تراجع الدور الإسرائيلي الجيوسياسي في المنطقة جاء لصالح إيران حقيقة، أو إيران فرضت هذا الدور، وبالتالي على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الآن، وأظن أنهم يفكرون بذلك في هذه اللحظة، هو يفكرون بهذا التغيير وإعطاء توليفة جديدة لهذه الأدوار ما بين يعني القوى الوليدة في المنطقة. أستاذ باسل قبل ما أكمل معك على موضوع إسرائيل وأمريكا، في عندي سؤال أخير عن موضوع المفاوضات الإيرانية. برأيك إيران ستقدم تنازل من خلال السماح لخبراء الوكالة بالتحديد بالدخول إلى قاعدة بارتشن العسكرية بالقرب من طهران؟ يعني اليوم كان في حديث عن هالموضوع أنه ممكن تقدم تنازلات تسمح للخبراء يفوتوا على الموضوع. أنا أعتقد أنها ستقدم تنازلات بهذا الإطار، وهو يندرج ضمن البروتوكول الإضافي هذا الجانب تحديدا، وستوافق إيران على كل بروتوكول إضافي وليس فقط على الدخول إلى هذا المفاعل النووي، لأنها هي ستحصل في مقابل ذلك على أمور أكبر بكثير من موضوع يعني دخول إذا هذا المفاعل أو ذاك المفاعل، وتحديدا أعني بالدور الأكبر هو ترسيم دورها الإقليمي، الاعتراف به، الاعتراف بنفوذها. وأيضا يعني قد تحصل كما قلت لك منذ لحظة، قد تحصل على تنازلات ملفات تتعلق بشعوب أخرى بالمنطقة حليفة لها. ختاما لهذا الموضوع، هل أمريكا إيران إسرائيل هو المحور الجديد اللي بدنا نتحدث عنه بالشرق الأوسط في الأيام وفي الأشهر القادمة؟ يعني هذا هو اللي حتظهر ملامحه في الفترة القادمة؟
أظن أن الولايات المتحدة من الصعب أن تتخلى عن حلفاء التقليديين في المنطقة. أنت تشيرين إلى السعودية يعني تحديدا وإلى مصر وإلى تركيا. هذه الدول هي الدول الكبرى في المنطقة إضافة إلى إيران وإسرائيل. قلت لك المنظومة الأمنية الاستراتيجية في المنطقة تتغير، هناك ملامح لتغييرها، هناك بحث عن توليفة جديدة لتشكيل هذه التشكيلة ضمن موازين قوى الجديدة التي سيكون لإيران دور كما أعتقد، لكن على حساب يعني أستاذ بس اسمح لي بدي أضطر أن أوقف يعني نخلص وقتنا المحدد للحوار. بدي أتشكرك كثير على هذه المشاركة معنا في صحافة اليوم، على أمل طبعا نكون ضيفنا بحلقات قادمة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نتابع مشاهدينا وننتقل إلى الواشنطن بوست لنرى ما نشر فيها، وبالأخص مقال الكاتبة إيرين كانينغهام التي أشارت فيه إلى أن الاعتقالات والمحاكمات السريعة لمرسي وأنصاره مثلت تحولا كبيرا ومثيرا للدهشة بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. أعدت إيرين كانينغهام تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان اعتقال العريان يسدد ضربة جديدة لجماعة الإخوان. أشارت فيه إلى اعتقال السلطات المصرية أحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين لا يزالون هاربين بعد عزل الرئيس المصري الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وهذا في أحدث ضربة موجعة للحركة الإسلامية التي أصبحت هدفا لحملة قمع ضارية من قبل الحكومة. فقد قبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين خلال مداهمة قوات الشرطة لفيلا في إحدى ضواحي القاهرة صباح يوم الأربعاء. وكان العريان مطلوبا بتهمة التحريض على العنف في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وتؤكد السلطات المصرية أنه لم يبدأ أي مقاومة أثناء الاعتقال. ويوضح التقرير أن السلطات المصرية شنت العشرات من المداهمات الأمنية في 8 محافظات على الأقل خلال الشهرين الماضيين قبل إلقاء القبض على العريان خارج العاصمة. وينقل التقرير عن أحد المحامين الذين يتولون الدفاع عن العريان قوله أن اعتقال العريان هو استكمال لعملية الاعتقال المنهجي لجميع الشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب العسكري، مؤكدا أن اعتقال قادة جماعة الإخوان المسلمين لن يؤثر على المعارضة المناهضة للانقلاب في الشارع. قبل الختام مشاهدينا نذهب بجولة إلى رسم الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في صحافة اليوم. أشكركم جزيل الشكر على هذه المتابعة. نلقاكم قادم بإذن الله. إلى اللقاء.